السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم الغريبة البهلة، هاد الغريبة اللي ما كتخطاناش في الموائد المغربية، سواء كانت المناسبة صغيرة ولا كبيرة. هي من الحلويات يعني ديال زمان تقليدية، وما كتبالاش، كتبقى دائما متواجدة في كل المناسبات. بغيت نشاركها معكم، وحتى بالنسبه للمبتدئات اللي البنات الصغار اللي مازال ما كيصوبوش الحلوه وداكشي، بغيت نشاركها معكم يمكن لكم تجربوها، يعني سهله. وكذلك غنقول لكم بعض الاسرار ديال النجاح ديالها. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخر، واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك، سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات، عندي كيلو ديال الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات، جوج اكياس ديال الخميره الحلوه او بيكنج باودر، جوج كيسان ديال السكر الخشن، كيبان لكم هنا هي كاس مي غنستعملوا جوج كيسان، جوج كيسان زيت نباتيه. عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، قبيصه ديال الملحه، 250 غرام ديال الزبده، يمكن نستعملوا اي زبده بغينا. عندي هنا اللوز مهرمش محمر ومهرمش، وعندي كذلك الزنجلان محمر ومهرمش. بالنسبه للوز والزنجلان قليتهم في الزيت، حتى الزنجلان كما كتشوفوا معايا رانا قليته في الزيت. مي كنقليوه كيعطي واحد البنه رائعه، ومي كتكون كطيب داك الغريبه كتعطي واحد الرائحه زوينه بزاف. وداك الزيت اللي قليت فيه الزنجلان هو اللي عمرته في الكاس وكملت بالزيت نباتيه. غنبداو على بركه الله. خدينا الدقيق، كنضيف عليه النواشف. عندي هنا زنجلان مهرمش، هي هرمشته شويه يعني ما ضعقتوش باش يبقى لي داك الحبه الزنجلان باينين. غنضيف كذلك اللوز مهرمش. الكميه كتبقى على حسب الذوق، يمكن نستعمل واحد الكميه يعني مع اللي بغينا. جوج كيسان سكر، هذا الكاس الاول وهذا الكاس الثاني. فاش حطيت لائحه المكونات ما حطيت جوج الكيسان، عاد عمرت الثاني. واحد الملعقه ديال القرفه، قبيصه ديال الملحه. غنضيف كذلك جوج اكياس ديال الخميره الكيماويه او بيكنج باودر. غنحاول نخلط هاد النواشف كامله مع بعضها هكا بهذه الطريقه، يعني سبقت النواشف هما الاولى تيتخلطوا مع بعضهم. دابا غادي نضيف هنا الزبده، قلنا عندي 250 غرام ديال الزبده، ماشي بالضروره نستعملوا المارغرين الخاصه بالحلويات. هنا عندي الزيت، جوج كيسان الزيت، هذا الكاس الاول عندي فيه الزيت ديال الزنجلان اللي قليت فيه الزنجلان، يعني كناخذوا داك الزيت الزنجلان اللي كيعطينا واحد البنه زوينه في الغريبه ديالنا، وكنكملوا بزيت نباتيه يعني عاديه من القرعه. هنا بالزيت كنبقى كنخلط، وانا كنزيد الزيت بشويه بشويه على حسب الخليط باش ما تجينيش مدمه بزاف، يعني ما تجينيش مزيته بزاف. كنبقى كنخلط وانا كنضيف الزيت حتى كنحس بداك العجين ديالي يعني مكالو يتجمع لي. كنحاول نخدمها شي شويه باليد ديالي هكذا كينسجموا لي العناصر، وكيطلقوا داك يعني داك البنه ديالهم في بعضهم، وداك الزنجلان مع اللوز كيتخلطوا مزيان. كنحاول نخدمها واحد شويه. هنا واحد السر اللي انا عملته ولاني تقطع لي في الفيديو، هو انني فاش كنخلط هاد العناصر كامله كنحكها بحال هكا، كناخذ الحكاكه ديال المطيشه وكنحك فيها مزيان هاد العجين اولا هاد الخليط كنحكوه مزيان. صورت لكم ولاني للاسف تقطع لي الفيديو. صافي ملي كيتجمع لي الخليط ديالي مزيان كما كتشوفوا، خليته يرتاح واحد الساعه، غطيته بلاستيك غذائي وخليته يرتاح مزيان. عاد دابا ندوز نشكل كويرات. كندهن يدي بشويه ديال الزيت، كما كتعرفوا هاد الغريبه البهله يعني ماشي بسهوله انها كتكور لنا بحال العجين ديال الحلوه العاديه. كنحاول معها هي بشويش هي بالمهل، وديتكم دهونه صافي هكذا، وكنبسطها واحد شويه ونحطها. هانتوما شوفوا معايا الطريقه، يدي راها مدهونه بشويه ديال الزيت، كنبقى كنردها هكذا من اليد لليد وانا كنحاول نجمعها بشويه، يعني لا حاولت انني نكورها بالزربه غادي تفتت لي تماما حيت العجينه راها مرمله. كنحاول نكورها هكذا هي بشويش،
صافي نبسطها واحد شويش ونحطها في اللاطة اللي عندي في الفران اللي ديجا حطيت فيها بابيي كويسون، وكنستمر بنفس الطريقة. كنبقى ندي داك الكويرة من هاد اليد لهاد اليد بشويش وصافي هكذا حتى كتكور لي مزيان. يعني بالنسبة للمبتدئات إلا حاولتوا أنكم تكوروها بالزربة راها غادي تفتت لكم تماما، يعني هتولي مرملة في يدكم. يعني كنحاولوا على الغريبة البهلة من كونو كنكوروها نحاولوا عليها بشويش. صافي كنستمر بنفس الطريقة حتى كنكور العجين اللي عندي كاملة ونرجع عندكم. من بعد ما كورت العجين ديالي كامل كما كتشوفوا عمرت اللاطه ديالي. الفران انا شعلته على درجه حراره 200 درجه وخليته حتى سخن مزيان. غندخل الغريبه ديالي طيب من الوجه ديالها، هو الاول كنطيبوا الوجه عاد كنطيبوها يعني من التحت، كنخليها كطيب من الوجه حتى كتشقق لي مزيان، كنحس بها تشقات مزيان، كنقص عليها شي شويه النار ونخليها تطيب على خاطرها. فاش كطيب من الوجه عاد كنحمرها شي شويه من التحت وكنخرجها ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. وهذه هي الغريبه ديالنا بعد ما خرجناها من الفران. كما كتشوفوا معايا كتشقق مزيان من الوجه وكيجي فيها داك اللون مذهب وموحد. نتمنى ان شاء الله الغريبه ديال اليوم تكون عجبتكم. كما شفتوا معايا الطريقه اللي هي سهله بزاف وناجحه حتى بالنسبه للمبتدئات. ويلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش ملي لايكوم تعليقاتكم الزوينه اللي كتشجعني وتخليني نستمر في القناه. ويلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. ودابا ما بقى لي لا نودعكم، والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.